كتعرف كاع مع من نهضر واش نهضر مع ناس عندك هذاك. وانا نقول لك انا واحد الوقيته قالوا لي عندك ما تهضرش مع ابو السهل، ما عنده هو راجلنا، ما هضرت مع السيد محايد راجل طيب جاوبنا، علاش انا نبقى ندابز معاه؟ الا شي واحد عنده شي اشكال ولا ما نعرف علاش انا شنو ضرني؟ نسميو الاسماء الاشياء بمسمياتها. كاين خلاف مع راديو محض، انا يا ما عندي معاه حتى حاجه. فعلا كان مشكل مع شي يمكن شي قدام، وكان مشكل مع الجمهور، انا مستعد نحل المشكل بريزيان يعني. بما ما غاديش نجي نسطم على الكرامه ديال الجمهور لا ابدا، ولكن من موقعي كمسؤول ما نخليش انني ندوب الخلافات اللي الا داك الاعلام اللي خدام عليك. وخصنا نقولوا كاينين الناس يمكن لا ميسيون ديالو المهمه ديالو يدابز معاك ويسوهك ويدير لك الفرقه، هذا ما يمكنليش. واحد جاي بالعود لعينيك وانا غادي نعلقو نبوسو، ما يمكنش. ولكن تنقول لك نفاتح على وسائل الاعلام كاملين، الرجاله ديال الشعب، وكاينين اعلاميين وكاينين اعلاميين رجاويين مدابزين مع الرجاء. وهذه هي اللي ما تدخلش الدماغ. مي انا تنطلبها، انا تنقول كنواعد وسائل الاعلام كامله وغادي يكون عندنا تواصل وغيكون عندنا راه كاين فعلا تشبيه في الربيج، تنقولها يعني واحد الاندراطاج ديال النجوى. انا ما كانش عندي غير الحق ندخل هنايا ونقال قلنا ندخل لهاد القاعه باش نجي نقول ليها حيد هادي. انا لو كون عرفت القاعه قد هكا والله ما نجلس فيها، ولكن هادشي لعب الله. جوغي ايمي ندير شابيتو لداخل هيك ويجي بالزربه الناس متخصصين الصباح طق 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 كليماتيزي وجالسين وتيدوروا علينا الماء ويدوروا علينا اتاي وقوى ويدوز الظروف احسن. اعيدكم بما هو احسن كلقاءات صحفيه وسائل الاعلام اللي جلس وسائل الاعلام اللي تريح وتعرف شنو تقول. هذا راه يكهرب شحال من واحد ما خلاش غير يدخل يقدر يكع على الرجاء حيت واحد حبسوا ليه. علاش؟ انا تنقول لك ما غيبقاش هذا الاشكال هذا، ولكن راه مطلوب من هاد وسائل الاعلام الله يجازيكم. انا تنهضر نخليو قاعد مسكين وحزازات غير هكذاك غراتويتي، ما غنخليوش الحزازات. راه منين نستدعي مسؤول ونبدا نتيري في ايه ونتيري في الفرقه كيفاش بغيتي يتعامل الجمهور؟ هادي راه الرجاء راه راس مالها جمهورها اكيد راه كيولي دخل. مثلا انا لو كون جاي شي واحد يقول لي ما تمشيش ما تهضرش مع هذا لا نهضر، انا ما عندي اشكال، انا مترشح بعدا. ولكن في هذيك الفتره نبين انه ما عندي مشكل، ماشي عند هادو ماشي عند هادو. الانسان خصو غير ما تنهضرش على مثلا اسمع لي هادي اللي مخلص عليك، مخلص عليك باش يثيري فيك، وهذا الشيء راه كاين. الا بغينا نهضروا الهضره ماشي كما تنقول ديال لغه الخشب، وكي كتشوفني اليوم غتشوفني غدا. الا شي واحد يعني منبر ولا وكيتيري في الرجاء راه كيتيري فيا ديريك، يعني ممكن ليش نبدل يدي. وانت بيدك الا قلت لك اجي شوف هذا دار هذا ولا شنو دار الاخر ما غيعجبكش. ولكن كاينين دابا منابر اللي مثلا كاينه معاهم القاطعه انا ما عرفتش واش كيدخلوا ولا ما كيدخلوش، كنصلح معاهم الجر بشرط انهم اولا اللي عنده اعتذر للجمهور اللي غلط مثلا، وماشي منين اعتذر راني ضعيف ولا خسرت. اذا كنت عندك نيه صافيه وقع سوء تفاهم وركب عليه وجاو واحد الخلافات وواحد العداوه علاش نقاطعو؟ الرجاء راه جمهور ديال 7 مليون، اي منبر خصو يربحو علاش يتعادى معاه؟ وحنا محتاجين انت هذاك الصحفي، انا محتاج راديو مارس يهضر معايا ويتهرش فيا علاش؟ انا تنقولها وهي فعلا، وانا ما نتقبلش شي واحد يقول لي انا ما تهضرش مع هذاك ولا، ولكن اللي يهضر معايا ويتيري في الرجاء نتيري فيه ما نخليهاش كاع تدوز، ولا نقول لي انا اقاطعه لا ابدا. ولكن جاي هذا عصر المصالح ما غندابزوش غير كراتبي. كنتمنى نكون جاوبتك.